خلاص كده مات الموضوع. هنا بقى لازم يجي دور بطلنا التاني في الحلقة. مين؟ ده واحد منكم بعت لنا قال لنا أنا محتاج مساعدتكم عشان أثبت حقي، أنا شاهد على رشوة واتنصب عليا، تعالوا ساعدوني أثبت إني رشيت موظف في الكهرباء. رحنا معاه نصوره ونساعده. تفتكروا رحنا معاه فين وخدنا لمين؟ دي أول زيارة للموظف بتاعنا اللي مش هنقدر نقول اسمه، لكن هنسميه اسم مستعار. خلينا نفكر في مثلا مستر سبوت مثلا، والمصدر برضو مش هنقول اسمه لأنه طبعا مش عايز يبين وشه، فهنسميه مثلا عبد الرحمن. عبد الرحمن راح يسأل عن مستر سبوت جوه مكتبه. طب لو سمحت بس رنان عاشو، بس ما ردش هو، في مشكله انا عايز اشوف هذا. الله يبارك فيك. ما في حد هيرد عليا. انت في مشكله؟ مش هيرد عليا. قول لي برضه في ايه؟ ما هو انا عايز اكلمه وهو ما ردش عليا. معلش كلمه عشان في مشكله ضروريه. الله يبارك لك. وانت داخل الشركه في الاشتراكات تحت في كشك كده على مكان ده منه رئيس الشركه، فده ممكن يعني لو في شكوى هو بيكتب الشكوى ويبعتها هناك على طول. تمام. فممكن يكون تابع برضه في بيت المستشفى. اشكرك يا فندم. مش عارف. ماشي. قال لك ايه؟ قال لك فين الاداره عندنا؟ ايه؟ قال لك الاداره عندنا فين؟ الراجل ده مالكش عنوانه؟ الراجل ده؟ قال لك تحت. قال لك تحت. كان مهم جدا لينا في التصوير ان احنا نثبت العنوان والمكان. الاتفاق مع المصدر بتاعنا اللي سميناه عبد الرحمن مش بس نساعده نثبت حقه، احنا كمان اقنعناه انه يجي يصور معانا لقاء يحكي لنا بالتفصيل القصه كانت ايه حتى لو وشه ما بانش. اول سؤال سالته ليه انت كنت رايح شركه الكهرباء ورايح لمين هناك؟ ده موظف في الكهرباء فين؟ في شركه في الاداره العامه في العبوس في شارع نوايا. ايه اللي حصل بقى؟ والله اللي حصل ان الراجل بص لي انا هسيبك من امير بقى، ما تقعدش تبص له. تمام. هو مش قابض عليك، مش انت جايب مزاجك يا عم؟ ايوه. طيب ها. الراجل ده مرتشي، بس هي دي القصه. ازاي؟ كان في فندق في الدقي عليه غرامه 255,000، وكان في 146,000 برضه غرامه ثانيه بالنسبه للناس دي، كانت في تلاعب في العداد. وبعدين الناس دول اتفقوا معاه على اساس يعني الراجل ده خد 100,000 جنيه رشوة على اساس ان هو يخلص لهم الموضوع، يشيل لهم مديونيه خالص. طبعا انا الموضوع دوت انا رحت اتكلمت مع رئيس، المهم هو نصب على الناس. طبعا الناس دول انا اعرفهم، فطبعا رحت. مين اللي دفع له رشوة جوه ال اللي دفع له؟ صاحب الفندق. تعرف اسمه؟ اسمه استاذ، والفندق ده اصلا بتاع والدته اسمها سنها 95 سنه، بس هي مش قاعده وكان جاي لها حكم سنه بسبب سنه 2016 السنه اللي قبل اللي فاتت، بسبب ان كان في سرقه تيار كهربي وكان في ده. هما ليهم تاريخ مع الكهرباء تقريبا كده. قال لهم تاريخ مع الكهرباء. فطبعا الراجل ده قال لهم انا هخلص لكم الموضوع ده ب 100,000. تعتبر سرقه تيار وتلاعب في العداد، يعني كان مكتوب في المحضر تلاعب في عداد الكهرباء، ان في مسمار هما بيلعبوا فيه في العداد. المسمار ده فيه بيبقى فيه 3 4 مسامير، لما بيقفلوا المسمار ده او بيفتحوه شويه بيقلل الانخفاض بتاع العداد. انا كنت قاعد شاهد في الموضوع. كنت قاعد شاهد على الواقع. يعني كنت شفته وهو بياخد ال 100,000. شفته بياخد ال 100,000. طبعا جه بعد كده خد الفلوس وما عملهمش اي حاجه، قال لهم في لجنه نازله يوم 24 واللجنه دي تنزل من عندي، واللجنه طبعا انا هديهم جزء من المبلغ وهشيل لكم المديونيه دي خالص. خالص؟ طب ادفعوا اي حاجه للحكومه اللي عماله تدعم الطاقه ومخروب بيتنا ديون بسببها دي؟ والباشا مستر سبوت مش بس في شهود انه قبض فلوس ورشوه، لا ده كمان اللي دفعوا له متهمينه بالنصب.
ايه يا مستر؟ اخدت الفلوس وديتها فين؟ طب اهو امير والمصدر بتاعنا اللي سميناه عبد الرحمن جايين يوقعوك في الكلام ويثبتوا انك قبضت عشان تمرر السرقه. مستنيينك تحت واقفين لك على الشركه. هتروح متديانه فين؟ عشان تشيل المديونية اللي على الفندق بس. من كتر ما مصدرنا صوته عالي والمكتب فيه ناس الباشا بتاعنا قلق وكان عايز يسكت عبد الرحمن المصدر بتاعنا بأي تمن. نفسه يزقه تحت. بس تحت مين؟ لسه احنا عايزين نجرسك جوه مكتبك. بس الأول أنا كنت عايز أفهم إيه الورقة اللي طلعها دي وقال إنها طلب لحماية المستهلك يستجيروا بيها الناس من ظلم المطالبه بفلوس الكهرباء. وايه هي اللجنه اللي قال عليها دي؟ هو طبعا كان قايل ان اللجنه دي بتنزل بتيجي من حمايه المستهلك وراني طلب هو شكوى كاتبها لحمايه المستهلك حتى انا معايا الصوره بتاعتها مختومه بختم شركه الكهرباء ان هم قدمها لحمايه المستهلك عشان تنزل تعمل معاينه للعداد وتشيل المديونيه خالص. طلبت منه فلوس ترجع فلوس للناس عشان كده انت ما عملتش اي حاجه وكل الكلام انت بتقوله. ايه علاقتك انت باللي دفع الفلوس بالاستاذ بتاع موظف الكهرباء ده؟ علاقتنا؟ انا كنت قاعد شاهد في الموضوع. شفته وهو بياخد ال 100,000؟ شفته بياخد ال 100,000. عشان كده لجأوا لك انت علشان تقول له ما عملتش ليه اتفقنا عليه؟ بالظبط كده. انا رحت عشان اكلمه لقيته ان هو كل كلامه يعني بيتهرف في الكلام. من اي حد الجهاز ودي ورقه دي بتوقف اي اجراءات. خلاص يا عم انت انا كده مش هحط الكلام دي خالص. يا ابني ده بلاش اصعب من ده. يا ابني ده كان عندنا هنا هو ده عندكم هنا 23 انا اللي تعزت فلوس. بس عشان ما نستعجل
يا باشا ما تقولش الموضوع. انا بص انا ممكن اخربها عليهم هناك ما بيعملوش. صل على النبي. براحتك يا عم. كل مره بعريها على كويس كده اهو اتقمص. ولا انت يرضيك قسمه يقع ولا سمح الله مراته. الهدف ان احنا كنا عايزين نستفزه فيتنازل عن تحفظه ويقول اي حاجه تثبت واقعه استلامه الفلوس بغرض غير قانوني. الجميل ان المكتب مليان موظفين، وعشان يبرر قدامهم موقفه قال لهم ده جاري وصاحبي كده يعني. فاهمين طبعا. براحتك وانا هخربها عليهم من اول مره. هنزل من اول مره اوضهم. لسه ما عملوش حاجه. هو اتصل يا باشا وقالي وانا هنزل من اول مره عشان انت بقى تتصل وهتعمل. هقول له مش عارف حاجه. لا خلاص يا باشا بقى براحتك. انت كده شايف انت كابويا. هو احنا قاعدين في العمرانيه عندنا. طب تعالى مش هنزل خالص. ما امشيش معاك. احنا جولين يا باشا. جولين ف والله ما عندي ده خالص. يا عم الناس يقولوا في حاجه يا باشا. مش هيقولوا حاجه. لا يقولوا في مصلحه. لا انا في مصلحه ولا في حاجه. انا في قشره بيني وبينك وعايز اتكلم معاك بعدين. لا مش هاجي هنا. انا عايز اتكلم الراجل اللي معايا. حتى مش هتكلم قدامه. انا عايز اتكلم معاه. معلش عشان خاطر وانا مريح على القهوه يا باشا. معلش بعد اذنك يا ريس. مستر سبوت بيقول للمصدر بتاعنا احسن الناس كده هتفتكر ان بيني وبينك مصلحه. يا باشا انت قلقان ليه؟ ده مش هما بس اللي هيعرفوا. ده امه لا اله الا الله بعد الحلقه دي هيعرفوا ان حضرتك انت بس قلقان. معرفش ليه. لا سيب نفسك كده واتكلم عادي. ده احنا والكم مليون بس دول. المفروض انك قديم في القصه دي بس احنا والله غلبنا الخيال على ارضه. ما تقوليش انكم هتخرجوا باقي الموظفين من المكتب عشان تتكلموا في المصلحه على راحتكم. اقسم بالله. بس باشا بعد الشهر عليك يا باشا. انت هم قالوا ايه؟ ما هو كام واحد يا عم؟ كام واحد؟ اربعه. عملوا ايه؟ هو اللي انتهى. عملوا ايه؟ اربعه. عملوا ماشي يا باشا. ملاليم يا باشا. 10000 جنيه يا باشا. اقل من 10000 جنيه. غير الاربعه. غير لا يا باشا بالاربعه. ايوه يا باشا 20 بابا. اما انا بجيب لك يا باشا 100000 جنيه كده يا ابني. مش بعمل مستر سبوت هيموت مشلول. كل غليانه وغيظه انه ما خدش ال 100000 لوحده. حلف انه سلمهم لاكتر من حد وانه ما خدش غير 10000 جنيه فكه بس. اخس اخس. هي دي الاصول برضو كده تظلموا الراجل. طب تعالى لي تحت بقى. فاكر لما انت قلت لي كلمه بس انت ما خدتش بالك منها؟ ما ينفعش خلص الحوار ده يا عم. ومن غير اتصالات ولا حاجه والمحضر وتجيب لنا المصالحه. فاكر انت كلمه يا باشا؟ هو اخلص كده يا عم. انت بص انا اول ما كلمتك في التليفون في الموضوع ده طبعا هفكرك بكلمه انا قلتها لك. اول مكالمه كلمتها لك على الموضوع ده في التليفون قلت لك عن موضوع الموضوع ده يخلص بكام؟ رينج كام؟ رحت انت قلت لي ايه يعني 50؟ قلت لك هيخلص 30. ورحت انت قلت لي طب هات بس الورقه يا عم. هات بس الورقه يا عم.
انا ايه هظبط بس هظبط لك الدنيا فانت عم تسال عليها واستناني القرار اللجنه اللي هيطلع جهاز حمايه الزبون سالت جهاز مستلك ربنا كشفك الحمد لله عشان تعرف انا بعمل ايه الورق دخل يوم 9 بعد 15 يوم بيخش اللجنه اللي هو يوم 24 يوم 24 بيطلع كده ايه يتم دفع مبلغ قيمه كذا ويسوي انت معايا ويسوي المحضر بيطلع بيه ايه بصال انا خدت الايصال معمول له تسويه ب 146000 خدتها قطعتها اساله هو ما مربيش حتى من الراجل 20000 لما سيبتك 146000 اديني كام؟ حتى 20 30 ماشي انا بكلمك وجيب 30000 ده يا باشا عادي 30000 انت بس سيبهم التليفون هتجيبهم ايه بس حرامي؟ حرامان جمعان ان شاء الله امال صفحتك فين يا معلم؟ لا اله الا الله طب اديني فرصه اكلم الراجل اشوف هيعمل ايه يا عم ما تكلمش الراجل يا عم هو الراجل ماشي ماشي يا عبد الله ايه ده انت ايه ده؟ اذنك يا عم ده ايه هو كن فيكون؟ ربنا خلق الدنيا في ست ايام يا اخي الله ما انت عندك فكرة عن ربنا اهو امال ما سمعتش ليه عن المال الحرام بالمرة ما عدتش عليك اي حاجة في الدين عن السرقة مثلا وبعدين بيقولك هشلك 146 الف جنيه اديني على الاقل 20-30 الف منهم ايه بقول لكم ايه جيبوا اخره بقى انا تعبت من الراجل ده يعني اجيلك بالليل ما تجيليش بالليل انا هكلم الراجل الراجل يقول لك كلام الراجل ملوش دعوة الراجل ملوش دعوه انا ممكن اوقعه ما يهمنيش عايز توقعه انا بقول لك اوقعه انا اللي بقول لك طب انا بقول طب انت يعني انت عايز كده؟ انا عايز كده ليه بقى؟ عشان تعرف ان هو ما خدش حاجه لا اله الا الله برضه ده اللي هيريحني ده اللي هيريحني 10 فلوس ده هو اللي هو حاسبني وابقى راجل عشان يا عم انت مالكش دعوه بيه خلاص وروح لمصر مالكش دعوه بيه عايز 150 كام يا عم مالكش دعوه انا يا باشا هخليك تديله 96 واخد اصاله في الشغل بس ماشي خلاص انا هكمل فيه وهكلم استاذ مستناني اقول له استناني بال 50000 طب انا عندهم انا اللي مديهم لك بايه؟ خليهم من الليل وانا صلى على النبي كده 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 المفروض ان ايه ورق استلام الواجب الثاني لو كنت عملتها من غير ورق كان هيخلوك نص من غير ورق يبقى احنا يلزمنا منك يا عم الحاج 40 30 حلو كده وائل طالما هتخلص من غير ورق افهم ده برضه عبيط قال له خلصت الاول واديك المبلغ قال له خلاص انا هخلص لك الاول وبعد كده اديك المبلغ هو المفروض يشيل المديونيه اللي على الفندق بالظبط كده وجاب الورقه ديت من المباحث وقطعها يعني الورقه اللي هي معمول بيها المحضر ورفع العداد الورقه دي اتقطعت والعداد ما اترفعش ونفك العداد اترفع لا هو ما اترفعش العداد دي برضو تعتبر من ضمن الخدمات اللي هو عملها الرشوه اللي هو خدها الواقعه اللي اثبتناها دي كانت في الشتاء وعشان احنا مش بنتصيد الاخطاء مش هنعتمد على وقعة قديمة عشان نحكم على الراجل ده غير انه وارد جدا يكون تاب وان الواقعة دي تكون مرة يتيمة وحيدة فريدة وعدت عشان ما نظلموش احنا فكرنا في خطة نعملها في الصيف